أحسن الله إليكم. إذا كان المسجد سابقا على القبر ولم يكن القبر نحو القبلة، هل الصلاة تكون صحيحة؟ لا بد أن يكون المسجد على القبلة، يعدل إلى القبلة، حيث فولي وجهك شطر المسجد الحرام، حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، يعني نحو المسجد الحرام، مسجد الحرام، الكعبة المشرفة. ولو لم تصب عينها يكفي الجهة التي فيها الكعبة، فالذي يرى الكعبة لا بد أن يقصدها ويتجه إليها، وأما الذي لا يرى الكعبة فيقصد الجهة التي فيها الكعبة. فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. نعم. أحسن الله عليكم. السائل يقول المسجد كان سابقا على القبر، والقبر هو الذي إذا كان المسجد سابقا على القبر فإن القبر ينبش القبر ويبعد عن المسجد ويدفن مع المقابر في المقابر. وإن كان القبر سابقا للمسجد فإن المسجد يهدم ويبقى القبر في مكانه. نعم.